القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. فاجعة جديدة في غزة، حريق شب في منزل عائلة ظهير في حي الشجاعية شرق المدينة، جراء إشعال شمعة وفقا لبعض الروايات أتى على كل شيء تقريبا. المشهد هذا يعكس الحالة التي كانت عليها العائلة عند الحريق، كل شيء متفحم، فما بالنا بأجساد الصغار، من قمر ابنة الشهرين وفرح التي أكملت للتو أعوامها الثلاثة إلى نبيل 5 أعوام ومحمود الذي دخل عامه 6، إضافة إلى الأبوين. قاطعين عليهم الكهرباء وملايين الشمعة ويعني بس الواحد سيه وصار يعني خنقوا من الشمعة. كيف الجثث كانت لما طلعوها؟ غطناها لأنه حاجة يعني محرجة، كانت متفحمة، حاجة يعني تنقلش يعني تنصفش يعني. واحد بيسمع جاره ميت هو ومرته وولاده وما يعني حاجة بيستورش العقيد، فجأة زلمة بكون عندك بتتخرف انت وياه بعد نص ساعة بقول لك مات. ليش مات؟ من الكهرباء. ايش السبب؟ انقطع الكهرباء، فيش عنده لا كهرباء ولا في خارج المنزل توتر واستياء كبير من عائلة الضحايا والجيران الذين يحملون على جهاز الدفاع المدني ما يعتبرونه التأخر في الاستجابة لنداء الاستغاثة، استغاثة يؤكد الدفاع المدني أنه تعامل معها بالسرعة الكافية من دون تقصير. طب يوفرون الكهرباء ده قل شيء يعني، الأحداث تتكرر يعني، صارت في الإبريج وفي كل المناطق، في خانونس وفي دير البلح، فأنا متأكد يعني حسب ما أنا شايف لازم يصير أكثر من هيك كمان. وين حقوق الإنسان اللي بيحكوا عليها؟ بدنا إياها إحنا، ليش هدول الأطفال بالرئات يموتوا؟ حرام عليهم والله، حرام والله، ما برضى حدا نادى عمل مش ما بيعمل هذا، يجي يشوف هنية يجي يتفرج بس بموتوا الأطفال، بيقولوا الأطفال إن كل العالم تسمع صوتهم. زي كل العالم، مش بيقولوا أطفال العالم، وين الأطفال؟ يرضى مين هذا؟ والله ما برضى حدا أطفال يموتوا هيك ضحايا، حرام. موكب حاشد لتشييع الضحايا تعالت فيه الصيحات والهتافات لتحقيق يكشف عن أسباب الحريق وكيف تعاملت معه الجهات المختصة، أملا في تحمل كافة الأطراف لمسؤولياتها حتى لا تتكرر المأساة وتطيح بأحلام عائلات بريئة. هناك مسؤولية مركبة، أعتقد أنه يجب أن توجه هذه المسؤولية للجهات المعنية، ويجب أن نسمع، لا ينبغي أن تستمر حالة التبرير لأحداث مماثلة دون أن نرى أو نسمع أي شكل من أشكال المحاسبة والمراجعة. عائلة ظهير لم تكن الأولى في سلسلة حوادث الموت بالاختناق أو الاحتراق، حالات مماثلة حدثت في مختلف محافظات غزة، أمر يستدعي موقفا مختلفا من ذوي الاختصاص حفاظا على أرواح الأبرياء. محمد الأسطل، تلفزيون القدس، غزة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.